قام معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام للمجلس بزراعة عدد من الأشجار في المساحات الزراعية في مجلس الشورى. وبهذه المناسبة أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن استدامة البرامج والمبادرات والخطط الرامية للتوسع في عملية التشجير تترجم الجهود الوطنية التي تبذلها البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله لترسيخ الثقافة البيئية وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالمسؤولية الوطنية والإسهام في زراعة الأشجار والنباتات، مثمنا أن مبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة التي يؤكد استمرار مساعي البحرين في مضاعفة أعداد الأشجار إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، مما يجسد الحرص والاهتمام بالمحافظة على البيئة والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. نحب أن نوجه جزيل الشكر العميق إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مبادرته الكريمة بإطلاق أسبوع الشجرة، وهو أسبوع سيحتفل به سنوياً من 28 من أكتوبر إلى 4 نوفمبر. هي مبادرة جدا مهمة في البحرين، خصوصا في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم نموا متسارعا فيما يتعلق بتغير المناخ. التشجير والغرس هو من الأمور المباركة دائما في ثقافتنا الإسلامية والعربية، لأن الاهتمام بالتشجير لا يقل أهمية عن الاهتمام بالإنسان. الحياة مكونة من نبات وحيوان، كلاهما يجب الاهتمام بهما. فهذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني الذي تهتم به مملكة البحرين في هذا الوقت بالذات، في ظل كما ذكرت التنامي العالمي للاهتمام بتغير المناخ والتشجير. نتمنى لهذا الأمر وهذه المبادرة كل التوفيق في الأعوام القادمة، ونحب أن نؤكد أن مجلس الشورى هو من ضمن المشاركين الرئيسيين في هذه الحملة، وما شاهدناه اليوم من غرس هذه الشجرة المباركة بحضور معالي رئيس مجلس الشورى وعدد من الأعضاء يعكس اهتماما متناميا أيضا من قبل معالي الرئيس والمجلس الشورى عموما بهذه المبادرة الكريمة.